في 2020 في جزائرنا الحبيبة الغنية ما زال عائلة تبكي من الفقر. تعوى الله غال أربعة تاع البنات وكل ما قديش نصرف عليهم عيت نجبد الله غال. احنا من زمان كنشوفوا الناس شارين كل شيء حتى احنا بغينا نشري بصح ما نقولوش خاطر ما عندناش حتى احنا ما نشريوش بصح معليش يجي نهار اللي ربي يعطينا حتى احنا نشري. ومنين تعلمتوا هذا الصبر؟ من ربي سبحانه وتعالى من ربي سبحانه وتعالى. ثلاث شهور ونص ما خدمتش عييت وكي كنت نخدم بريكول ونقاري شي غالي والخدمه ما كانش شي غالي والخدمه ما كانش 400 حاجه تجبد انسان ومنجن وجه روحي الله غالب كسي البنات البنية الدار صوالح بزاف صوالح بزاف زير وحنا ونسو قاعدك اللي ما عايشين وكل شيء نقرب السيف باش حنا نضمنوا المستقبل تاعنا. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم ضياف ربي. مشاهدينا اليوم قناة النهار زارت ولايات الغرب، اليوم حطينا الرحال بمغنية، دخلنا غصنا وتوغلنا في أحد الأحياء الفقيرة جدا، حي أقرادات أو الحي المعروف بحي المدرجات. هنا مشاهدينا وقفنا فهمنا وعرفنا ما معنى الجزائر العميقة، ما معنى مناطق الظل. اليوم مشاهدينا رح ننقل لكم مآسي قصص معاناة لعائلات حكاياتهم تدمي القلب تبكي الحجر. رح نحكيو تفاصيل كثيرة مثيرة تحبس الأنفاس، رح نشوفوا كيفاش أن بنات يافعات يبكيوا أمام مرأة وما سمع والدهم والويدة ديالهم، قصص كثيرة مؤثرة رح ندعيكم باش تتابعوا كامل تفاصيلها. مشاهدينا إذا اليوم قصتنا وحكايتنا رايحة تبدأ الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ضياف ربي. مرحبا بك. واش راك الاخ؟ راك بخير؟ لاباس؟ صافا الحمد لله. يزيد فضلك. دونك فوالا تحبوا تشوفوا معايا الدار تحبوا لا احنا نوبيلا ان شاء الله نروحوا نشوفوا السيد اللي وعدناه حاله واحده اخرى وانت ربي يعاونك عائشه ربي يقدرك ان شاء الله. ان شاء الله هذه هي. دونك اسمح لي فقط حمزه، دونك حمزه وبلال كالعاده عندهم جوله يشوفوا عائلات اخرى لانه وعدوهم انهم يجيو يزوروهم. ان شاء الله حنشوفوا كيفاش هذه العائلات عايشه، طبعا نقاسموا الخدمه. نعم عائشه شكرا جزيلا لكم. شكرا. هذه هي روح شوفوا خونا هذوك نوليو ان شاء الله. شكرا. عطيني فقط الميكرو حمزه نلتقي بعد قليل. اذا احنا مشاهدينا اذا هذه اول عائله راح نزوروها ننقلوا ماساتها وهمها من خلال برنامج ضياف ربي. اذا واش راك الاخ؟ لاباس اختي. لاباس الحمد لله. اليوم النهار في مغنيه. مرحبا بكم اختي في اي وقت. الله يسلمك ربي يخليك. امين يا رب. ندوزو نشوفوا العائله. تفضلي اختي تفضلي. شكرا. بسم الله. السلام عليكم. سلام. ضياف ربي واش راكي؟ راكي بخير؟ راكي مع الحوايج؟ راكي بخير؟ الحمد لله. الله يسلمك. راكي تصبني في الحوايج؟ ايه بصح راح الحال. لا بصح حنا نقولوا ماشي مليح في الليل الصلوات. ها هاكي شايفه اللي عندها البز. البز صح. شايفه اللي عندها البز صح ماشي ساهل. القيس صح. واه نعاونك ما عنديش مشكل باش تكملي بالخف ان شاء الله ربي يخليك. دوك نعاونك ما عنديش مشكل ما كاش مشكل. حنا جينا ضياف حنا مال فين وين ندخلوا. العين والراس. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يسلمك. يعني هنا رانا في قرادات هكذا صح. شفنا بزاف عائلات راكم تعاني وهنا بصح ماشي ساهل. عندك الاولاد مدام؟ لا عندي غير البنيات. الله يبارك البنات. الله يبارك. الله يبارك ربي يحفظهم لك ان شاء الله. الله يحفظك اختي يسلمك. الحمد لله. شحال كبيره في عمرها؟ كبيرة كانت عندها 18 عام. لا 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 15.
15 مانيش عارفه كي باش قال انا باقري زعما واه فوالا غير باهم لي زعما انا ما كبيره 15 الله يبارك حفظك مدام انا خليك تصبني الحوايج دوك نجي نعاونك نشوف مع الاخ نشوفوا الدار كيفاش هكذا نشوفوا المشاهدين الاسم فلان حدوش اسيا اسيا الله يبارك خيار الناس نشوفوا اختنا اختنا اسيا كيفاش عايشه الله يحفظك اختي سلمك ربي يخليك شكرا يعطيك الصحه الله يحفظك اذا اختي اسيا دوك نجي شكرا ليك يعطيك الصحه اذا الاخ وهاد الشابه شكون هادي ريساج ما شاء الله عليها الشابه شحال في عمرها عندها 5 سنين ما شاء الله ربي يحفظها ان شاء الله ربي يحفظها واسمك سيدي بكيري محمد محمد سي محمد حنا جينا شفنا هذا الدار قالوا لنا انه فيه عائله عنده 4 بنات يعيش يعني الفقر المدقع جينا اليوم تفقدوا هذا الدار هنا في كرادات اذا تقبل ندخلوا نشوفوا الدار كيفاش متكونه هيا هنا مرحبا بكم ان شاء الله بسم الله الى المشاهدين تابعوا معنا تشوفوا هنا في مغنيه هذه العائله كيفاش متكونه هذه غرفه هذه غرفة أنا والمدام هنا. إذا هنا السي محمد أب ل4 بنات يقولوا أبو البنات. أبو البنات. أبو البنات. يقول لك اللي ما عندوش البنات ما يشبع لا من الحنية. فوالا يقول لك هو ما يشبع حنية، ما يشبع الحنان، ما يشبع عطف ما والو. ربي يحفظهم لك إن شاء الله. آمين يا رب. إذا السي محمد يسكن في هذا الدار، شوفوا هذه الغرفة مبنية فقط من الباربان، هذا باربان هكذا. ما ملبس ما والو لا لا ما ملبس ما انت بانيه انا بانيه بيدي انت باني شحال انت هنا انا بعد 12 عام 12 عام هذا بناء فوضوي راكم تشوفوا الارضيه تاع المنزل هذا كلها من التربه التربه تراب يعني مباشرة على التراب هذه العائلة عايشة هنا هذه الغرفة خاصة بالبنات هنا يرقد هنا عفوا الأب والأم عفوا هاوليك الفراش تاع هاد العائله راكم تشوفوا ما عندهمش خزانه ما عندهم حتى حاجه باش يحفظوا فيها الملابس ديالهم الصور فقط وحدها معبره راكم تشوفوا السقف تاع هاد الغرفه ما عندهمش تريسيتي ما كانش تريسيتي هنا لا تريسيتي مازال ما كانش مازال ما دخلتش هنا تريسيتي مولود شوف الهيك في الكوان هذا تاع هاد الغرفه انا نقولوا خطر يدخلكم الحشرات منا جوا خطر كبير راهي تعيشوا هاد العائله هنا في كرادات هنا بتلمسان نقدر نشوف هنا واش كاين يعني الخزانه ديالهم هذه هي شوفوا حال الخزانه ديالهم قلنا بحق تعيش الفقر والحرمان هاد العائله اذا المشاهدين نخليكم تشوفوا مليح هاد الصور وهاد المشاهد تاع هاد الغرفه اللي تبين وتلخص حقيقه المأساة أربعمية حاجة تجبد إنسان وما نجي نوجه روحي الله غالب كسي البنات البنية الدار صوالح بزاف صوالح بزاف نزيدو نواصلو السي محمد تفضلي أختي تفضلي والدتين بنتك واه ما شاء الله عليها الله يبارك ما شاء الله وهذه ثاني بنتك ثاني بنتي الله يبارك آية ما شاء الله عليهم راني نشوف في الماشينه تاع الخياطه تمشي ولا حبسه خطره تمشي وخطره تحبس ايه المدام من داكو هي ورشوقها ها الله يبارك الله يبارك راكم تشوفوا هنا المنزل كيفاش كامل مبني من هذا الباختا هكذا شوفوا الحاله ديالو بالزنق هنا كذلك نروحوا نشوفوا هنايا المطبخ مدام اسيا انا داخله الكوزينه ديالك تجي معايا ولا تقعدي تسنيني تما تصبني مام هنا ما عندكمش الضو مام هنا ما كانش اذا راكم تشوفوا المطبخ تاع هاد العائله صوره فقط وحدها راهي تعبر راهي هذا الفرن ديالهم هكذا واقيلا عشا فلفل اليوم حضري فلفل تشويه تخي بيان وطوماطيش
مازال ما بديتيش طيبي. نعاونك تانيك في الطياب ما كاش مشكل ان شاء الله. يعني مدام المراه دائما تحوس انه تكون عندها كوزينه شابه باش طيب فيها باش تبدع يعني في الاكولات وكذا، ولكن انت يعني نشوف الحاله ديالكم يعني اختي اسيا ربي معاك ان شاء الله. الله ربي يفرجكم عندنا اختي الله يحفظكم الله يسلمكم. انا في كل مره نقول لهم ان شاء الله ندخلكم بربح. والديك اختي الله يحفظكم ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله الصوت ديالكم سي محمد يلحق ان شاء الله ويخرجوكم من هذه الغبينه ان شاء الله. دامت اكثر من 12 سنه هذه العائله تعيش الويلات تعاني، راكم تشوفوا فقط بنات راهم يكبروا في هذا الفقر في هذا الحرمان. قلت لكم يعني قد ما نحاول اني نعبر ولا نشرح تخونني الكلمات، لانه صوره وحدها فقط تعبر. هذه هي المطبخ تاع اختي اسيا، ما عندهاش وين تحط حتى الاواني ديالها. لو كان تقدروا تجوا معايا نقدر نلحق لكم هذه الغبره لا بوسيير كيفاش راهي على الاواني، يعني كل الاواني، ولكن هكذا كي تعتني بالمطبخ ديالها تحاول انه يكون نظيف وكذا لانه ماشي مغطي هكذا. وفي الشتا كيفاش ديري اسيا؟ كان واش اختي في الشتا ما كنقول واش نقول لك، وفي الصيف كيف كيف في المجتمع في السخانه الغمه بزاف صح في الشتا راه النو الحمان سخانه مشتا النو صيف الحمان سخانه دوام لاغان دوام لاغان. يعني حتى الباب هكذا راكم تشوفوا كلش مهترئ، كل حاجه مهترئه. نقولوا ان شاء الله ربي ان شاء الله يسخرنا باش نحقوا الرساله ديالهم يا رب ان شاء الله. وهنا واش كاين اسيا؟ والو كنقولوا غير طابين بها باش بالعين بينا وبين الجار. هذا فقط يعزل بينهم وبين جارهم هنا، هذا بنيته بالباخبان دائما والياجور. والله بني هذا كنقولوا غير حاطين راكم حاطينه بركي راني نشوف راني نشوف بالعين وصايا هذا مكان. نعم هذا يعزلوا بينهم وبين الجار ديالهم، يعجزوا اللسان عن التعبير. نقولوا انه في 2020 مازال عندنا خاوتنا الجزائريين يعيشوا الفقر هذا، هذه المعاناه هنا في مغنيه. يعني حي باكمله راه يعاني. نعم ولكن في عائله تعاني اكثر من عائلات اخرى، من بينهم السيده اسيا وزوجها السيد محمد. احنا بعد قليل مشاهدينا حنحضروا ان شاء الله العشاء، ولكن نزيدوا نروحوا نشوفوا واش بقى في الدار. مرواحي شكرا لك اختي شكرا. يعني هنا شفتوا الدرج باش تحبطوا منا باش تروحوا الغرفه الثانيه بالباختان. هاد العائله الراعي الرسمي نتاعهم هو الباختان سي محمد بالباختان. كلش ربي معاكم خويا العزيز ربي معاكم. يعني قبل ما نروح نشوف اختي اسيا قلت لكم انه تغسل في الحوايج هنا الصابون، راكم تشوفوا المجيريه في الليل الله غالب. هذه حاله العائلات المحتاجه المعوزه ما عندهاش اله غسيل. هذا الحمام تاع العائله، هذه اللي توالت حشاكم توالت حشا. هذا هو المرحاض تاع العائله، هذا هو الحمام كلش هنا ماشي سهل والله. نروحوا نواصلوا. واش اسيا؟ هذه هي الغرفه تاع البنات. هذه هي غرفه البنات. شوفوا السقف تاع هذه الغرفه، حدث ولا حرج. هكذاك وعندها بيبليوتيك راهي تحفتها ومسقمتها على قيسها الله يحفظك سلامة صح. وكيفاش يرقدوا هنا البنات في ربعه؟ كي نقولوا كل وحده ترقد كيفاش، كاين ترقد ها كل وحده يفرشوا على الحصيره هذه فوالا يرقدوا عليها هذه شفتي. وقت النو كي نقولوا الماء يدخل لي منه يدخل لك الماء. هذا زانك والحطب زانك وكنقولوا خشبه سي محمد تفضل معانا. قلت لكم ربي معاكم ان شاء الله ماشي سهل. تشوفوا البنات حل شبات الله يبارككم، ادبات وعقلات ما شاء الله عليهم النور الله يبارك ربي يحفظهم لكم ان شاء الله. ربي يبارك فيك حبيبتي تعطيني الميكرو شكرا جزيلا لك. يعني نقول لك الام ربي يقدرك ان شاء الله وربي يكون معاك ان شاء الله. سي محمد انت تخدم؟ انا ما نخدم لا عند الدوله لا خدام جورني اختي. واش تخدم؟ خدم ماسور دي فوا خدام. دروك عندي المره التاليه يعني 3 شهور ونص ما خدمتش مع كورونا اكيد.
مع كورونا والتعوام لا غالب أربعة تاع البنات الكل ما قديش نصرف عليهم عيت نجبد لا غالب أربعة تاع البنات الكل ما قديش نصرف عليهم عيت نجبد لا غالب ثلاث شهور ونص ما خدمتش داخل في الرابع كنقولوا راه باقي في ربع شهور قريبه انت راكي صابره وحامله صح ماشي سهل سيف بز بز ربي يحفظهم باش تعي العائله متكونه من ستة افراد سي محمد ماشي سهل ماشي حاجه سهله اختي ماشي حاجه واحد يقول واش وين تشوف المعيشه ديالهم تشوف للدار تشوف لدواهم تشوف 400 حاجه تجبد انسان وين ما نجي نوجه روحي الله غالب دروك نكسي البنات نبني الدار صوالح بزاف 400 حاجه تجبد انسان وين ما نجي نوجه روحي الله غالب نكسي البنات نبني الدار صوالح بزاف صوالح بزاف عييت وكي كنت نخدم بريكول ونقاري وشحال تربح في النهار كي تبريكولي نهارات على حساب حنا دروك نخدموا عند الناس كاين اللي يقول لك خدم لي ب 150 الف كاين اللي يقول لك خدم لي 200 الف اها لبسها لك اسمي شفت كيفاه ماشي سهل الظروف صعابه صعابه بزاف صعيبه بزاف والوقت اللي رانا فيه صعيب الشيء غالي شي غالي والخدمه ما كانش الخدمه ما كانش صح صح زاد هاد الكورونا ان شاء الله ربي يرفد علينا هاد الكورونا ربي يرفد علينا هاد هذا ما كان لا ربي يرفد علينا غير الوباء هذا ما كان اللهم امين يا رب علينا وعلى كيقول سي كاع الدو ماشي غير علينا حنايا كاع صحيح سي محمد وكيفاش راك تقدر ربما نشوفوا انو البنات هكذا يعني يكبروا متطلباتهم يكبروا متطلبات يكبروا كيفاش عندي درك هادي وعندي تفضلي معايا حبيبتي عندي هاد البنيه هادي تقرا الله يبارك في عمرها هادي اللي قلت لي 15 سنه عندها 15 ما شاء الله وعندي ايه هادي روح انت الله يبارك هادي عاوتاني تقرا راها ربحت سيزيام هاد مبروك عليك كلشي مبروك وعندي هادي راها طلعت السنه الثالثه الحمد لله الرابعة السنة الرابعة الحمد لله يقراو يقراو دروك هادو ثلاثة نصرف عليهم المصروف تاع اللي يكون الحمد لله ما خطرا ديرنا ديك خلصة تاع المنحة تاع المنحة تاع اللي يكون راهم يعاونونا بها الحمد لله وكي نشوفوا انو البنات هكذا يحبوا يطلبوا يشوفوا يتعاندوا لا ما يقولوش ما كانش عارفين باللي ما كان زعما صح ها نسقسيها يعني متفهمين الوضع متفهمين الوضع تفضلي احنا من زمان كنشوفوا الناس شارين كل شيء حتى حنا نبغيو نشري بصح ما نقولوش خاطر ما عندناش حتى حنا ما نشريوش بصح معليش توجي نهار اللي ربي عطانا حتى حنا نشريو اللهم امين يا رب وكيفاش يعني راكم متوفقين الحمد لله في القرايه رغم هذه الظروف الحمد لله زير وحنا ونسوا كاع داك اللي ما عايشين وكل شيء نقراو بالسيف باش حنا نضمنوا المستقبل تاعنا احنا من زمان كنشوفوا الناس شارين كل شيء حتى حنا نبغيو نشريو بصح ما نقولوش خاطر ما عندناش حتى حنا ما نشريوش بصح معليش تجي نهار اللي ربي عطانا حتى حنا نشريو تجي نهار اللي ربي عطانا حتى حنا نشريو ومنين تعلمتوا هذا الصبر من ربي سبحانه وتعالى من ربي سبحانه وتعالى ان شاء الله ربي ينجحكم حبيبتي ربي حاشك يتبكي انا شوفي وين يكونوا الدراري يبكوا ما نقدرش نصبر انا قلبي يتقطع انا نفشل كي نشوف بنات هكذا يبكيو كيما انتيا حبيبتي ما تبكيش شوفي انا جيت لعندكم ان شاء الله هم يشوفوا فيكم كل الجزائريين يعاونوكم ما تبكوش يا خويا محمد والله ما نحبكم دوكا نسكت الطفله الصغيره ولا انتيا اختي اسيا ما تبكيش والله ربي معاكم ان شاء الله والله ربي ما يخليكمش ان شاء الله لازم تكونوا اقوياء راكم شجاعات ما شاء الله عليكم راكم شاطرات الله يبارك عبالكم متكم نور على نور الله يبارك وزيد باباكم فخور بكم تقراو وقال لي ما يطلبوش لانه متقبلين الوضع علاش يتبكي الحب ديالي وعلاش كي تبكي ها علاش كي تبكي صابرين وكلش ومنين تعلمتوا هذا الصبر من ربي سبحانه وتعالى من ربي سبحانه وتعالى ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ربي ينجحكم ان شاء الله وربي يفرج عليكم ان شاء الله انا نختكم
دخلت عندكم هنا باش نوصل النداء ديالكم. الرساله ديالكم ان شاء الله تلحق ويخليك اختي نور. الله يجعل ربي احنا نشوفوك اختي. الله يجعل ربي يحفظك ويستر. انا المهم ان الرساله ديالكم هذه الصوره اللي رانا نوجهوا فيها ان شاء الله تزعزع قلوب الجزائريين. مالك اختي الله يحفظك. ما نقولوا السلطات، نوجهوا نداء للسلطات. يا سلطات شوفوا لهاد العائلات، شوفوا الاخت آسيا، شوفوا المحمد، شوفوا لهاد البراءه اللي تبكي وحامدين وصابرين. يقول لك صابرين ربي سبحانه. قلت لها مين تعلمتي الصبر؟ قالت لك من عند ربي سبحانه. صح. الى متى في 2020 في جزائرنا الحبيبه الغنيه مازال عائلات تعاني هكذا تبكي؟ مازال عائلات تبكي من الفقر؟ لا اله الا الله، محمد رسول الله. كفى 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 رجاء. حمادك اخسي الله يحفظك الله يستر. ايوا بالسيف هذه الدنيا اخسي، واش بالسيف؟ رحنا صابرين والحمد لله. ربي اللي خلق ما يضيع. الله. كي قلتي انه الحمان امكانيات ما كانش، شو خطات تطلب تقول لك هادي تشوفوا الناس، وشو خطات توصلك واحد الهضره بزاف، الهضره كتسمعها بزاف واعره. انه التالية تعاد الخطرة ها هي صغرني هنا صدمت علينا منها. انا بالنسبه لك حنا برا حبيبتي قلنا نردو بالبدن ما بالبدن تاع الماء الكبرت تاع البنتوره. شوفي انت يا وخياتك جوستمون لازم هذا يكون درس ليكم، لازم تقراو وتنجحوا، لازم تواجهوا، لازم تكونوا دائما راسكم مرفوع مهما كان الثمن، ولازم دائما تمشيوا للامام للامام، وجامي ما تحشموا وجامي ما تفشلوا وجامي ما تستسلموا. بالعكس الاراده ثم الاراده ثم الاراده. وعد صح. ربي ينجحكم ان شاء الله يا ربي، ربي يفرحكم بهم ان شاء الله. مشاهدينا في كل مره نقول لكم يعجز اللسان عن التعبير، انا شخصيا خاصه واني كأم ما نقدرش نشوف البنات هكذا صغار يبكيو يتألموا يتعذبوا. ربي يصبرك يا آسيا وربي يصبركم ان شاء الله. واش نديروا الان؟ دبرسك بغيتي نمشي نديروا العشاء كيما حبيتي. شوفي انت يا واش ما تصبنيش الحوايج نكملوا من حوام التريق. يلا معانا خويا محمد. انا قدام مشاهدين احنا اللي نقدروا عليها ان شاء الله، ما نبخلوش نديروها، ورانا في الخدمه في اي وقت. شوف قناه النهار راهي ليكم في اي وقت ان شاء الله. انا املي قناه النهار اللي جات فكرتنا. هلا شكرا على واجب. انا املي انه ان شاء الله تتصل بينا وتقولنا الحمد لله فرجت. اللهم لك الحمد، حنا الحمد لله على الكثير وعلى القليل. حنا الحمد لله على الكثير وعلى القليل. واول قناه جاتنا الحمد لله، اول قناه، ونشكرهم بزاف بزاف ان شاء الله. نعود عليكم بالخير والربح. امين ان شاء الله. امين لينا واللي ما عندهمش عاود ثاني مساكن ان شاء الله. كامل حي قرادات ان شاء الله، لانه هذا كله مجمع سكني فوضوي. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كل عائلات هنا ترحل ان شاء الله الى سكنات لائقه. حنا نروحوا نشوفوا خويا محمد مازالني عندكم، نروحوا نصبنوا الحوايج شويه بعدها رانا نواصلوا. راني جيتك آسيا. صحيت الله. واش نديروا؟ شلو القش. هاي نتكلوا على ربي. شنو فين نحب السخانه مو نبرد رجليا شويه. هاي نبداو. يعني انت هكا كل يوم كل يوم تغسل الحوايج في الليل؟ خطرات خطرات. ما عندكش ماشينه؟ لا عندي بصح كي نقولوا تخسرت تهرست الحادثه. واه وتنشريهم دوكا؟ واه مشي دوك معليش تمام مشفون نشرب. والبنات يعاونوك شويه؟ واه هكذا كملتي؟ واه صافي هاد هو. وين ترمي هاد الماء؟ نقيسو نفرغوه في المجريه دوكا. بغيت نفرغو بغيت نخليه. علاش نفرغوه؟ ها نبردو رجلينا شويه. شنو عندي بعدا ندير السقايه؟ كيفاش عندي نحل لك السقايه؟ لا 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 ما تعطينيش سقايه والله نبردو رجلينا السخانه. عطيني البالي. بالي بالي ما عندناش باش تمسحي وباش تجبدي. فوالا ما عندي. يروح وحده وروح. وعلاه ما عندكش بالي؟ ما كانش بالي. شتي تما كيراك شايف الراجل مذكرها. ايه حكيت انت يا آسيا كامرا هكذاك واش راكي متمنية؟ انا متمنية كيما متمنية كاع نسى. اعطيني حاجة غي في خاطرك. بزاف صوالح بصح الله غالب مثال
باغي نبني كي قلت حتى انا باغا كنقولوا نبني باغا ندير كنقولوا المستقبل تاع بناتي باغي حتى انا بزاف حوايج بصح كي قلت الله غالب نتمنيها بصح واش انت هكذا ام كي تشوفي بناتك هكذا بزاف 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 صوالح واش تقولي مع روحك واش نقول نولي كي قلتي شي وقت نولي غير ساكته غير نبكي غير سبني غير هكا بزاف صوالح والحمد لله انه آسيا وزوجها لقاو شيخها الحمد لله لقاو شيخ حنا نمدوا له تحيه بالمناسبه الله يحفظها الله يستر والله الحمد لله ماشي غير شيخي حتى زوجتي زعما واو كاين زعما ماشي غير نقولوا حتى زعما كاين حباب ربي تاع برا كاينين بزاف زعما ماشي زعما صح الاغلبيه الاغلبيه والقطراس الشيخ وزوجتك الحمد لله ربي يطول عمرك اللهم هذيك اللهم يلاه يجعل ربي يتمنى هذه العقول ست كنقولوا تبرى مريضه والشيخ كيف كيف هذا ما يتمنى ان شاء الله كل واحد كذلك يقدر والله يجعل ربي يحفظهم ويسترهم ان شاء الله كل واحد يقدر يعاون هذه العائله هنا في قرادات في مغنيه ما يبخلش عليهم شفنا انه الاب عن العمل منذ اكثر من 3 أشهر قال لكم حتى كي نبريكولي هذاك البريكولاج وما كانش ما كانش رحنا وما كانش ونقول لك العيد عيدنا الناس منطقة معزولة بزاف يعني حتى باش تخرج برا تاكل ولا تشري حاجة ما تلقى والو نائية أرواحوا لهاد المنطقة هنا في مغنية في قرادات حين تبقوا مصدومين صراحة إيه أنا نقول ربي معكم إن شاء الله بعد الحوايج أكيد راح نطيبوا العشاء هذيك هي هاي تفضلي معنا يلا لا حاشاك دوك نلبسها تفضلي تفضلي اسيا وطيب اختي هكذا على الظلمه ما عندك الشماع ما عندك والو والو هيا نبداو نطيبوا العشاء ان شاء الله يعني هذا هو عشاك هذا هو معليش فيها بركه يعني فلفل وطوماطيش ميم طوماطيش تشويها لا لا تقطعيها واه خطا نشويها خطر كي قلتي واه هكذا تحطي واه انا شويه كل نشويها كل تحطي هكذا يعني هكذا ديري بغيتي هكا نديروها هكا نديروها معليش حطي هكذا خير حطو هكا خير شوي هكذا هكذا يتشوى ويتشوى هكذا واه اذا راكم تشوفوا حال هذه العائله قلنا انه الفقر مدقع ابسط ضروريات الحياه ما عندها شفتوا الغرفه الغرف يعني اللي تحوي هذه العائله شفنا الحمام ديالها يعني ظروف ماساويه وفي ختامها طبعا راكم تشوفوا هذا هو عشاء عشات هذه العائله الاب ما يخدمش كيفاش حبيتوا انه يوفر يعني لقمه لولاده بشق الانفس راهو يدبر ويصور هذاك النهار باش ما يخليهمش للجوع الحمد لله عائله ما شاء الله عليهم عائله حمد ربي صابره قابله بواش عطلها ربي وحنا ندعوا انه ان شاء الله ربي يفرج عليها صحتي الله حبيبتي والله ربي يفرحك ان شاء الله الله يحفظكم اختي الله يحفظكم ان شاء الله وانا نقول انه معليش ما تشوفوش آسيا وما تشوفوش محمد شوفوا لهذوك الملائكات الصغار هذوك هما مستقبل الجزائر يعني بحاجه الى ان نوقفوا معاهم وندعموهم ونساعدوهم باش ان شاء الله يعطونا جيل واعد ان شاء الله عم يشوفوا فيا نتمنى لكم كل خير ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله السلام ورحمة الله أخت عائشة واش بلال واش اختي سلام على السلامة السلام عليكم شراك يا مدام لاباس أنا مع العشاء وي ربي يوفقكم إن شاء الله بخير اختي شراك لاباس واش كيفاش كانت الجولة ديالكم؟ صافا زرنا بعض العائلات والعائلة الثانية حبوا يشوفوه قالوا نجيبوا لنا عائشة إن شاء الله طبعا يصبروا شوية ايه لازم دوك الجماعه اللي قاعدين يتعشاو والله غير احنا شفنا شويه عائلات بون الناس باش نقول لك الناس قاعده تعاني هنا الناس قاعده تعاني في هذا الحي ودخلنا عند واحد العائله ما شاء الله قصرنا معاهم شويه قالوا حبينا نشوفوا عائشه ويسناو فيك ان شاء الله طبعا ولا تسمح لنا الاخت بيان زين
كما بغيتي تقولي مرحبا بكم. ربي يخليك اسيا، شكرا على كرم الضيافه. صحيح صحيح الله يحفظك ويفرحك. شكرا. يطول عمرك. امين يا رب. انت اللي لازم ربي كذا يفرحك ان شاء الله. الله يحفظكم اختي. الله يسعدك اختي. سي محمد انا كنت متمنيه نتعشى معاكم ولكن كاين عائله واحده اخرى يتسنى فينا. لا مرحبا بختي. ربي يخليك. ربي ينورك. الله يربي يجازيك. كلشي اللي كاين قسمه مع خويا هنايا كلشي ناكلوه كاع. شكرا لكم. شكرا. انا نتمنى انه ان شاء الله تتصل بيا في القريب العاجل تقولي ان شاء الله فرجت ان شاء الله انه خرجتوا من هذا الحال. هو ما عندهاش كنقولوا البورطابل. هو مازال عنده ما عندهاش البورطابل. ما عندوش البورطابل. فوالا ما كانش. مانيش انا مع السبوعه تاع الجزائر دونك ما تخميش كامل ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظكم. نجيو نشرو له تليفون. خلاص التليفون مش مشكل التليفون هنجيبوه لك. الله يحفظك اخويا. هكا باش تقدر تتصل باخت عائشه. الله يحفظك. الله يسترك. الله يحفظك. امين. ان شاء الله. الله يحفظكم. اذا المشاهدين انا قلت هاد العائله شوفوا لهاد البراءه، شوفوا هاد الملائكه، شوفوا ليهم هما مستقبل الجزائر. إذا عاونوهم باش يخرجوا من هذا الهم اللي راهم فيه، مأساة دامت أكثر من 12 سنة، إن شاء الله يكون ربي قدرنا باش نلحقوا الرسالة ديالكم. بكيتي وبكيتي وخلاص سي بون. شدي في ربي سبحانه. تأكدي حبيبتي أنه دوام الحال من المحال. يعني إلا ويفرج ربي سبحانه. احنا نقولوا لك والله غير وين ندخلوا مع اختها عائشه يكون موراها فرح صدقيني. ان شاء الله نجوا نديروا معك متابعه شابه ان شاء الله. الله يحفظك اخويا ان شاء الله يا رب. الله يحفظكم الله يستركم اخويا. الله يجازيكم بالخير. امين. لا اله الا الله. احنا هاد الدموع ذوبنا تقطعنا توجعنا قلبنا ولكن ان شاء الله ندعو انه تحول الى دموع فرحه حبيبتي. هكذا انسيا. الله يحفظك اختي الله يستركم. انا جات نتوما هما الاولين والله واحد عمر زعما زعما ولا فقدنا ولا ما كانش وما تكونش المره الاولى. حنزيدو نجيو حنا ان شاء الله. مرحبا بكم. ان شاء الله خويا محمد. مرحبا بكم. شكرا خويا. وانتم شكرا على كرم الضيافه علينا وعلى الجامع يا خويا. ونشكر قناه النهار بزاف، القناه الاولى اللي جات عندنا هنا تفكرتنا. والله يجعل ربي يتفكر عاود ناس اخرين مازال مورانا. ونطلبوا من الله العلي العظيم يرفد علينا هذا الوباء ان شاء الله يا رب، باش الناس قاعده تخدم على روحها ويرفد الوباء الأمة الإسلامية أجمعين. والله يجعل ربي يوفق لنا والناس اللي محتاجة كاع. هذا ما نقوله. ملاحظة فقط، أنا ملي دخلت لهذ الدار سي محمد مرتين على التوالي يقول أنه إن شاء الله ماشي غير أنا فقط وإنما كامل السكان في هذا الحي اليوم يعانيوا وإن شاء الله ربي يفرج عليهم. هذا يعني أنه ما يخممش فقط في نفسه، ما يعرفش واش معناتها الأنانية. هو ماشي إنسان أناني وإنما قلبه كبير، وهذا هو المؤمن الجزائري اللي يخمم في نفسه ويخمم في غيره. تأكد أنه إن شاء الله ربي ما يخليكش، تأكد من ذلك إن شاء الله. طول الحال ولا قصر إن شاء الله تفرج تفرج هكذا، فقط شدة في ربي. سبحانه سبحانه. شكرا لكم. أنا نروح نشوف العائلة الثانية. صحيت يا أختي. بقيكم على خير. مالكم الله يحفظكم. مالك الله يحفظكم. والله يفتح خيركم. شكرا. إن شاء الله. يعني بقوا على خير سي محمد. في الأمانة أختي. وراهم البنات. منال. منال. هيا. أنا راني رايحة. نقول لكم بقوا على خير. تهلاو في روحكم. شكرا على كل شيء. ايا رانيا ما تزيديش تبكي وعد شابه. شكرا يعطيكم الصحه بقاو على خير ان شاء الله. نتلاقوا في فرصه اخرى احسن ان شاء الله. شكرا مع السلامه. انا جبنا لكم الاخت عائشه. السلام عليكم. السلام. ضياف ربي. الله يسلمك. واش راكم؟ الحمد لله. الحمد لله يا اخي ما طولتش عليكم. ما عليناش. يعني كما وعدنا. واش راكم؟ ماكم بخير؟ احنا جبناها. الحمد لله. يعني ضياف ربي نبداو نشوفوا الدار. دخلوا مرحبا بكم. يا ربي يخليك تعيشي. دخلوا مرحبا بكم. يعطيك الصحه اختي تعيشي. بسم الله. الله يسلمك. وينك كي رايح؟ استناي قبل ما تروحي الكوزينه، كي مغبله تروحي الكوزينه.
واسمك الاخ؟ لطرش الياقوت. الله يبارك. عندك الاولاد؟ عندي زوج وليدات. الله يبارك. هذاك اللي شفتوه برا هو الزوج ديالك؟ واه. الله يبارك. الله يبارك. يعني انت تسكني هنا في هذا الحي قرادات؟ وهذه 15 عام وانا هكا. 15 عام هذا فوضوي؟ فوضوي واه. عندك غير عندك زوج ولاد قلت لي؟ عندي زوج وليدات. نعم الله يبارك. هذاك وقال الجون هذاك الشبيب. ايوب ولد الكريم. الله. شحال في عمره الكبير؟ الكبير عنده 16 عام والصغير عنده 10 سنين. ما شاء الله ربي يحفظهم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. يعني اختي زيد واسمك؟ لطرش الياقوت. ياقوت فوالا ما شاء الله. ياقوت يعني هذه هي الدار ديالكم؟ عندكم غير هذه الغرفه؟ نعم. اذا ام يشوفوا معنا المشاهدين طبعا قلت لكم انه كل منزل هنا في هذا الحي قرادات هنا في مغنية يعاني، يعني كاين هم نسينا هم اخر، عائلات نسينا عائله اخرى. شوفوا طبعا الزنك، هذه العائله دارها مبنيه من زنك. هذه وشنو؟ طوب. واه. مبني من طوب. يعني تخيلوا انه في مغنيه يعني هكذا نقولوا ربما ما كانش هاد السكنات وانما هو واقع كاين فيه سكنات. هاد الغرفه تحوي ام اب وزوج اولاد من بينهم طفل مراهق جاي للدنيا. طبعا كامل ترقدوا في هاد الشومبره؟ كامل. الشتاء وصيف؟ الشتاء وصيف. في الصيف شويه بصح في الشتاء هاد الحيط كاع يكب هنا عليا. شفتي هاد الفراش كاع ما كانش، هاد الفراش كاع مرمي كاع برا. وهادوك اللي من برا الكنابيات السداريات دايرت من للزوج ولا الولد خاطرش ما يقدوش الحمان السخانه هنايا. داكا يعني الحشرات بزاف يبغيو يرقدوا فوق السدادر. ربي ان شاء الله ربي يجيب الخير. آم. ان شاء الله ربي يفرج عليك ان شاء الله. بصح دارك ما شاء الله مرتبه. الله يسلمك. والله حابه نشوف. الله يسلمك. ما شاء الله اماكم والنقاء النقاء. شوفوا شحال مرتب راهو مرتب متبقين. الله يبارك عليك. الله يبارك. ما لازمش تكوني مرفهه باش تكون دارك نظيفه وشابه. كون عندك ابسط شيء ربما ترجعيها تحفه. راكم تشوفوا كذلك محافظه حتى الارضيه ما شاء الله نظيفه. رائحه زكيه في الدار ما تحسوش كاع رانا في مسكن فوضوي. نروحوا نشوفوا الكوزينه. مرحبا بك. هذه هي الكوزينه تاع الياقوت. مرحبا بك. مرحبا بك. شوفوا العلو تاع هذا المطبخ. زنك. وازنك. زنك. طوب. كيلا هذا يعني غير انت لازم تدخلي فيها. واه ما كاش. نعم. كيفاش؟ نعم. عندك الغاز؟ واه عندي. ها غاز. غاز ديال ما كانش. لا ما كانش. تعمروا بعيد منين نجيبوا الغاز؟ ما بعيد. المهم بعيد. وما عندكش الماء؟ العين. العين ما كانش. كي خطره تجي خطره ما تجي، جايبه من لتحتها خطره تجي خطره ما تجيش. وبعيد ما تقوليش طلعي كهذيك الحدوره. نطلع 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 كاع ديك العقبه نطلعها. العقبه هذيك كاع نطلعها. ومحملين؟ ومحملين. ربي معاكم. هذيك العقبه كاع نطلعها. ربي معاكم. قلت لكم يعني هاد العائله هاد السيده شعارها النظافه باتم معنى الكلمه. الله يسلمك. ما شاء الله حتى الفرن يعني نقيقي. الله الله. الله يسلمك. كاين شعشاء؟ كاين راه حاضر. انا جيت راح نتعشى عند الاخت. عند الاخت اسيا. ما تقال لي كاينه واحد السيده هايله يتحوس عليك راني جيت. واش طيبتي عشاء اليوم؟ هنا البرا. البرا طيبتي؟ خير. والزوج ديالك نقدروا نشوفوه؟ واه هو هنايا. نروحوا نشوفوه. يلا معانا. واش نقول لك اختي هذه 15 عام وانا هاك. ربي يفرج عليك اختي العزيزه. شويه هكذا في الصيف شويه نحمد ربي. بصح في المجتمع كانت حتى حاله. ميزيريه وتمرميده. لا في المجتمع كانت حتى حاله. الضو ينطفى. هذا الشيء هذا المطرح اللي كتشوفيه ملي تقولي لي مريقلين وقعدوا كاع برا مرميين في الزنك. كتجي انه يقعدوا تسم كتجي السميشه يبسوا. وبدليل انه زوجك ولادك راه من برا. والوليد عندي 16 عام يرقد هنا معايا. والوليد عندي 16 عام يرقد هنا معايا. يرقد هنا معايا. الاخر عنده 10 سنين. الحمد ربي. الحمد ربي. جا ربي يفرج علينا. صحيح. اذا كما قالت لنا الاخت ياقوت هنا يبات وليدها هذا الشاب ايوب. مرحبا صافا. وانت الاخ ديرو هكذا قلب كورونا هكذا. واسمك؟ الله يبارك عليك. يعني قلنا انه ايوب والوالد ديالو يقضيوا الليالي ديالهم هنا في الصيف. واسمك الاخ؟ الله يبارك خيار الناس. قالت لي ياقوت انه في الصيف صافا رحمه ربي شويه باسكو تقدروا ترقدوا لبرا. انت هنا وليدك هنا. مي في الشتاء قالت لي ميزيريه كحله الداخل. صح صح. وهذا علاش كي دايراتو ياقوت؟ اختي هادو باش مجوارين كي يرقد ايوب هنا. هادو نطلقهم كاع. هادو كن بعد نطلق الحجاب كيصلي ولدي العشاء هادو نطلق كاع الحجوب نطلقهم باش ولدي والزوج يرقدوا هنايا.
هادوك من بعد نطلق الحجاب كيصلي ولدي العشاء هادو نطلق كاع الحجوب نطلقهم باش ولدي والزوج يرقدوا هنايا اذا شفتوا مستتيره ومستتيره نعم تفضل يعني هذا هو حال العائلات الجزائريه هنا في حي قرادات في مغنيه دخل ما سخرش ما قدش شفتي شفنا مقبل هذاك العقرب شفنا مقبل هذاك العقرب وهذه خطوة الوليد هنايا هنا في هذه البراكة نجبر حنا يا ربي شفت ربي معاكم هذا زنك زنك وي يعني داركم كامل بنية من زنك زنك وهذاك بسيمة وي شفتو شحال عندكم كان 15 سنة هنا 15 عام نقول على 15 منها كريت عام كارية و 15 عام سكنة وسكنت هنا واحد 10 سنين ملي سكنت هنا وهذا 11 عام نعم صحيح ونشوفوا ايضا انه هذه العائلة عندها هذا الراجل هو أساس تاع الدار ديالهم ايوب نشوفوا انه شاب جزائري احكي لي ايوب كيفاش تقضي يومياتك هنا في هذا الحي انا نبات هنا برا وكاع والصباح نوض بشي شي نتقال شي خبز وقالوا لي نتقهوى نهار ما فوتاش انا فوتها برا انا نبات هنا برا وكاع والصباح نوض بشي شي نتقال شي خبز وقالوا لي نتقهوى نهار ما فوتاش انا فوتها برا تخدم؟ لا ما خدامش كنت خدام هنا في الحانوت خدمت معاه في الشهر ولا 3 شهور وحبست خرجت يا درك على الخدمه لا والو تما راك عاطل عن العمل راك شومور واه لا خدمه لا والو كيفاش تقضي يومياتك دائما برا دائما برا الحيط دائما برا مريح هنا مع صحابي وكاع هنا عند الجامع هنايا يعني فوت النهار تاعي تما نك كيجي نوقيته وكاع نطلع نروح صحيح واه هكذا انت ادوليسون هكذا جاي للدنيا ايتوسا كيفاش تشوف ربما روحك كي ترقد هكذا لبرا نشوفوا انه لو كان ماشي هذا الجيران يشوفوك ما كانش يعني حرمه ما كان والو كيفاش كما ديرش هكا ولا يشوفوك الناس ما ترقدش هاني كيفاش تعايش تاقلم مع الوضع واه كيفاش راك تقدر تتادابتا كيفاش راك تتعايش مع الوضع كيفاش حتى والفت هاد الحاله لو كان عندي ما نسكنوش هنايا كان يخرجهم منايا لو كان عندي ما نسكنوش هنايا كان يخرجهم من هنايا وجا ربي يفرج علينا ان شاء الله انت مازالك صغير علاش حبست قرايه حبست ما كنتش نقرا كان كنت نقرا وكان يعني هذاك كملت قرايتي انا كنت ندوب لي بزاف يوم ما كملتش قرايتي خرجت كنت من ربي يفرج علينا نولي بيت نرقد انا وخويا روحنا ان شاء الله اللي عندنا بيت روحنا وقاعد نرقدوا فيه طبعا ايوب المشاهدين اذكياء ما حاجه ما تخفى لهم يقولوا انه كيفاش هذا صغير ما صابش خدمه كاين بزاف خدمه ربما انت كجون تقدر ديرها ما فهمتش علاش ما قدرتش تخدم هل بسبب كورونا ام انه ما كانش الشغل مناصب شغل هنا في هذا الحي المنطقه ديالكم منعدمه انا كنت خدام هنا في حانوت خضره وفي دائره قدامه خدمت فيها شهرين 3 شهور حبس كي قرب رمضان حبست ودركا راني لا خدمه لا والو ما درك ما جبرتش حوست الخدمه وما جبرتش عندك شهاده لا حرفه شهادة. في يدك ما عنديش كنت نقرا خرجت بريمياراني متوسطه علاش ما ديرش ربما تربص تاع تكوين مهني كاين بزاف مهن كاين بزاف تربصات تخصصات ربما يقدروا يعاونوك في حياتك اليوميه اون بليس كاين فيها بزاف مناصب بالشغل خير ما تقعد تخدم في حانوت تخدم تبريكولي دير مانوفري الاحسن مازالك صغير في عمرك 16 سنه واه كاين لاباتيسري كاين عده تخصصات قالوا لي الدبلوم ما عندكش بصح ديبلوم راني ما عندكش النيفو بصح كاين يبداو من تسعه اساسي يقدروا يسجلوا يقدروا يطوروا يقدروا يديروا تخصصات ويكون عندهم لي ديبلوم ومن بعد يدخلوا لعالم الشغل واه ان شاء الله لازم تسعه امين ربما ان شاء الله وزاره التكوين المهني ان شاء الله عندها فروع في عده ولايات في كل التراب الوطني تقدر تقصدهم اذا تعذر عليك ذلك حنا نوجهوا نداءنا ربما ان شاء الله هنا باش ربما يستقبلوا الملف ديالك انا قلت لك كامل لي دومين تقدر ديرهم ليكتريسيتي لا باتيسري في كل الميادين تقدر تخدم ميم يكون عندك ميتي نعم
المهم يكون عندك ميتي في يدك. لازم يكون عندك ميتي، راك 16 سنه الوقت راهو يجوز، انت ما تفيقش ربما تجوز وهكذا لبرا، بالك باباك يقدر يعطيك مصروف، بالك تقدر تنافيكي، صاحبك يعاونك، بصح الوقت راهو يجوز وراك تكبر، كي تكون عندك حرفه وصنعه في يدك، اكيد حاجه من حتحبسك. وبالعقل بالعقل دورو زائد دورو زائد دورو زائد دورو تبدا تكون في نفسك وان شاء الله تفرح. انا خدمت يعني. شهرين ولا ثلاث شهور انا شرينا شرينا السلعه بعدا هذا كاع ما كاينش عندنا هنا بنينا هذا الاخر. الله يبارك شوف. ماكاش قاعد نخدم شي شهرين ولا ثلاث شهور شرينا. شوف لازم تعرق تتعب وتنال هكذا ان شاء الله نتكل عليك. انا نحب كي نخدم معاهم يمدوا لي كلمه انا جو سوي لا نوجه نداء ان شاء الله نقدروا نتصلوا ربما باش يسهلوك تدخل مركز تكوين مهني. علاش تروح لالجي يا سيدي مرحبا. المهم لازم تكون عندك حرفه في يدك. لانه واحد يكون عنده الشهاده ما يخافش. وين ما تمشي تجبر الخدمه وكاع كي تكون وين ما كان وين ما كان تقدر تخدم ان شاء الله هكذا. ونصيحه نقولوا للشباب ديالنا اللي يكونوا في مقاعد دراسه ماشي لانه يدوبليو المره الاولى يفشلوا، بالعكس لازم يدوبليو معليش يتعلموا ولكن ما يسمحوش في الدراسه ديالهم. انا من وجهه نظري نقول انه الدراسه هي مفتاح النجاح، لازم واحد يثابر ويجتهد لانه واحد ما عندوش ربما فهمتني سيغتو في الوقت اللي رانا فيه تقدر توصل وبارك تربح وكاع. طبعا لازم تكون في كل مره لا فولونتي في كل مره الاراده. نعم هكذا ان شاء الله. هدرت معك بزاف ايوب ان شاء الله نكونوا لحقنا رساله ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحقق لك كل ما راك متمني يا ربي، خاصه تفرح الوالده ديالك لانه قلت لك انت راك مولد اكسس تاع الدار هكذا، انت راك الراجل تاع الدار ان شاء الله بعد الوالده ديالك ان شاء الله. وانت سيدي كاش خدمه كاش صح صح خدمه واش دير واش تخدم؟ انا نخدم خطرة منافري مع المساوى وخطرة نخدم موقف واش خطرة نرقدو موقف يعني باركينغ؟ موقف كما نقولوا نمشيو مع الفلاحه. داكو تخدم في الفلاحه؟ واه مع الفلاحه. الفلاحه ما حبستش مع كورونا مازالهم يفلحوا الفلاحه كاينين؟ لا نهارات شحال تصور في النهار؟ 120 لا 50 وما تخدمش كل يوم؟ نخدم نهارات نهارات نخدم. شفت كيفاه؟ دروك راني خدام منابري يومين خدام بصح كي نحبسو ديرك ربي يقدرك ان شاء الله. عندك زوجه ما شاء الله والله. قلت لهم ماشي لازم تكوني مرفهه باش تكون دارك متحوفه ونقيقيه، قايمه بالدار ما شاء الله عليها. ما شاء الله الله صح ربي ان شاء الله يهنيكم ان شاء الله. حمزه وشريف طبعا ان شاء الله. اما خاوتك هما كذلك ما يخليوكش ان شاء الله. اعطي له فقط الميكرو. كما قلنا لخونا احنا عبد النور قلنا له الحاجه اللي نقدروا عليها احنا رانا هنا ان شاء الله. وانا والله غير حبيت نزيد نوجه نداء لايوب طبعا. حبيت نقول واحد الحاجه برك، حبيت نقول له بلي يقدر يدير زوج دو ميتي بهذا النيفو اللي عنده الحلاقه وعنده لا بلومبري يقدر يديرهم. وحنا انا وبيلا كنا كنت تهضري معاه نقدر نفهم يحب يجي لعندنا الالجي يدير ستاج تاعو. نقول لك مرحبا بك الا كان الاب تاعك وافق اروح عندنا حنا ندخلوك مركز التكوين المهني تاع شراقه يعني وتدخل ودير ستاج تاعك ومرحبا بك. ايه وهذا الكادر هذا هذا الباب شكون مده لكم؟ مده لنا واحد الجار من هنايا بغيت نشري حلبيبه تاع واحد 400 ولا 500 ما جبرش اللي نمشي لعنده يقول لي مليون مليون و200 هذه حلبيبه. جا واحد الجار هنايا صيفط له الولد الكبير ايوب قال لي كاين واحد الجار عنده حلبيبه توه شوفوا مشيت عنده عطاها لي مسكين قال لي ديها ودي حس الثقه. انا جبتها ديت حس الثقه صدقه هكا وجبتها وديتها عند السوده شريت لها هذا الكورنيه تاعها مفتاح وشريت لها هذا الزكروم هذا قريب تركبو خلاص ما قعدلكش باش تبدل هذا الباب. شوفوا هذا الباب هذيك اختي سنحة هذيك كي يجي الريح تمشي وتجي الروحه الروحه تمشي بالريح وتجي يضرب ديجا شويه مشات تمشي الروحه وتجي الروحه مستتيره برك خلاص هذا حدو واحد هذاك حدو هذا نطلقوا استلقوا الروحه يمشي الروحه يمشي بابو ما عندهمش. ايوا مشي ايوا انا عاد بنت تاعها شريت لها انت كنت بنت رفيه وانا كملت البنتوره ولا مازال؟ الكوش الاول هذا الكوش الاول ربي يقدرك ان شاء الله الاخ عبد النور.
شكرا لك. الاخت عائشه نمشي نطيبوا العشاء. طبعا راني جايه ياقوت لان شفت مقبل اسيا قاعدين. الله 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 يرحمنا. روحوا بنتروا معاه الباب. بنتروا الباب. معليش والله غنعاونوه اخت عائشه. حسن رانا يعني احنا الاخت احنا كي تقول عائشه حاجه احنا نتبقوها. قالت لك روحوا بنتروا ما خلاتناش نقعدوا. معليش رانا بنتروا. ايوا نتكلوا على ربي نعاونك اخ عبد النور. عطيني نتكل على ربي نعاونك. شد لي تشوف هكذايا. بسم الله. عطيني تشوف. انا بس هنا برا وكاع والصباح نوض بشي شي نتقى شي خبز وقالوا لي نتقهوى. نهار ما فوتاش انا فوتها برا. والوليد عندي 16 عام يرقد هنا معايا. يرقد هنا معايا. هادوك من بعد نطلق الحجاب كيصلي ولدي العشاء هادو نطلق كاع الحجوب نطلقهم باش ولدي والزوج يرقدوا هنايا. باش ولدي والزوج يرقدوا هنايا. باش ولدي والزوج يرقدوا هنايا. لو كان عندي ما سكنوش هنايا وكان يخرجهم من هنايا. مشاهدينا عدنا لكم مجددا. اجتمعنا على مائدة العشاء مع ياقوت عبد النور وأيوب هكذا. مازال هذاك الكتكوت الصغير عبد الكريم عفوا مازال هاو هنا ما شفتوش عفوا. وبيان سيغ معنا حمزة وبلال. حمزة وبلال اليوم تعبنا طبعا كالعادة طريق وكذا. انتم شفتوا بعض العائلات في هذا الحي. أنا زرت كذلك عائلات. دخلنا العائلة الأولى والعائلة نتاع ياقوت. شفنا مرارة العيش في هذا الحي. شفنا ظروف تنعدم. تعليقكم ربما. والله واش نقول لك. نقول لك صح تعبنا من كي جينا لهذا الحي وشفنا هذه العائلات كامل. واش نقول لك. نقول لك ربي معاهم. صح راهم يعانيو في معاناة. شفنا هذا الجان هذا اخونا ايوب قال لك نلقط برا انا وبابا. قول ان شاء الله ربي يفتح عليهم. ان شاء الله ربي يفرج عليكم. عبد النور كملت الباب ديالك تفضل. اي قريب غدوه ان شاء الله. ما قعدلوش. عاونتو ولا عاوني حمزه عاوني بخير كاع. هيا ان شاء الله غدوه نجي نكملها ان شاء الله. شفتوا انه فقط باب مدهوله محسن كصدقه فرح هاد العائله. صح ياقوت دخلكم شي نوع من الفرحه. وليتوا عندكم اوكيباسيون عندكم حاجه تشتغلوا بها نفسكم. صحيح ولكن المشاهدين ما على بالهمش انه ما عندهمش سيمان وما عندكمش رمل باش يركبوا هذا الباب. ما نلصقهاش اليوم ان شاء الله حتى يخدموا نلصقها حتى الخميس الجاي ان شاء الله. السيمانه الجايه باذن الله ونلصقها ان شاء الله. ما تجي تجوز هذه الحصه ان شاء الله. ان شاء الله كاين محسنين يجيبوا لكم السيمان والرمل ان شاء الله باش ان شاء الله تبلاصيو هذا الباب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. الله يحفظك. السي عبد النور انت كاب كرب اسره وشنو هو الطلب ديالك؟ واش راك حاب؟ طلب هذه الدنيا اختي عائشه وما تحسيش. أنا طالب دويرة إن شاء الله الوليدات تمشي ليا والمرا. إن شاء الله. يعني الشيء اللي نديره أنا على جال ولادي. على جال ولادي واحد يخدم وهادي واللي لحقت عليه نديره. حاجة اللي ما لحقتش عليها ما قدرتش نديرها. ربي يقدرك إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يحفظك. شكرا لك. فقط مراء فارس شوفوا يديه يدين هذا الأب. لا شوفوا هذيك نعم. تعب هذا الأب يخدم فلاحة يخدم. ما يخدمش بلا بها الكتان. هذه باراسيون. ما يخدمش بلا بها. الجهاد. ربي يشفيك. هذه هذه هذيك. طبعا. هذه مقروض. مقروض على الجهات. لازم الكبير مهرس. ولادهم الصغير عاودك هنايا محبس وهكذا كيخدم لا ماسونغي يخدم الفلاحه يحمل يديرهم كامل باش يكسب لقمه حلاليه باش يخدم يصرف على ولادو طبعا. هذه يا اختي عائشه وصدرت وجعلنا في البلد حمان شويه نخاف من فرصة عليها. لا فرصة عليها مشات تولي كيما هاك. من بعد طلعت للسخان. في البلد توجعني. بلا ما تفرسيها. بلا ما تفرسي عليها تبقى توجعني تساطر. ساتر خاطر العدم مشقوق ما با ميليمتر كاع ما كاينش حتى سنتيم كاع. راك تباه
تتبعها الطبيب؟ والو، ملي درت باراسيون وهذه الكونترول ما قدرتش ندير الكونترول. وعلى امكانيات ما كانوش كاينين. ان شاء الله يا ربي الله يعاونك ان شاء الله. وراني نخدم بها وعلى جالو هذا بالسيف، ما كانش اللي يدخل لك القوت بلا باين. هذه هي المسؤوليه وهذا هو الاب. هذه هي دائما نضحيوا على جال ولادنا والعائلات ديالنا. ربي يقدرك ان شاء الله وخدام رجال سيدهم. شوف كي تجيب ماكله حلاليه للدار خلاص ترقد راسك في المخدم هني. هذه لازم نرقدها. صح صح، ربي يقدرك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ايوب واش تقول لنا في الختام ككلمه طلب امنيه حلم ديالك؟ نتمنى ربي يفرج علينا وحما ليكم نتوما وقال لكم هنا معانا، راكم مرين علينا هنا مائدة. وانا نتمنى ربي ولادنا دار ما خير ما هكا باش نتلموا كاع هنايا، هذا ما نتمنى انا. ان شاء الله. شكرا ليك. يقول لك سماتهم على وجوههم، يعني ما شاء الله عليك شاب هكذا صغير جاي الدنيا، ما شاء الله عليك تربيه اخلاق نعمه التربيه يا قوت. والله تفضلي. بسم الله. يعني انا اليوم شفت فيك المراه البيتوتيه، المراه اللي قايمه بدارها من كل نواحي، نظافه مرتب كل شيء، وزيد اخلاق تاع الاولاد ما شاء الله. الله يسلمك. السيف هاد ولادي، السيف الله يبارك. الله يبارك. السيف جبت باش جبت باش نربيهم تربيه حسنه. ربي يفرحك. كي ربيهم تربيه ماشي حسنه علاه؟ السيف حنا نربيو جابي ان شاء الله. ربي ان شاء الله. ان شاء الله جابي حنا حبيبه سهله معنا. امين يا رب يا ربي. واش تطلبي انت في الختام؟ واش نقول لك؟ نشكركم وحما ليكم وكثر خيركم، وان شاء الله نتمنى حلم مال وليداتي. امين يا رب. الضويره تبارك الله لوليداتي فين كل واحد يقبط بلاصته. والحمد لله الحمد لله. نحفظكم ونشكركم الحمد لله. شكرا ليك يا قوت وحاضري على صحتك، ما تقلقيش باش ما يطلعلكش لا طونسيون. ان شاء الله. شوفي غير اللي كتبها لنا ربي نديوها، نتقلقوا ولا ما نتقلقوش كاتبات الحق. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك يا قوت. في الختام حمزه وبلال واش نقول؟ نقول في الختام نشكروا هذه العائله الاستضافه هذه، ونزيد نشكر العائله هذه على التربيه الحسنه تاع ايوب. طبعا يعني قال لي قبيله قال لي انا متواضب على الصاله تاعي في الوقت. نقول له بارك الله فيكم على التربيه وان شاء الله ربي يفتح عليكم. قاطعك حمزه لان المشاهدين يشوفوا فقط معنا هذه اللحظات اللي جوزناهم، ولكن ينسوا انه جوزنا معهم وقت طويل، احنا ما نقدروش نبثوا كامل واش جوزنا، لذلك نعيش معهم عن قرب. لا انا وبلال كي كنت انت تخدمي كنا قاعدين مع مع اخونا عبد النور وايوب، قصرنا يعني ولا غير حسن تربيه. انا واش نقول؟ نوجه نداء للسلطات المعنيه بهم معنا، ان شاء الله ربي يفرج عليهم ساكن كما قالت الام، ان شاء الله تلم ولادها فيه ويكون عندهم كل واحد بغرفه تاعو، كل واحد كل واحد ان شاء الله بتاويله. وحنا نقولنا لك ونعاودوا لك يعني عبر قناه النهار وحس ضيف ربي اللي تحقق رانا معك، نقدروا نوقفوا معك. يعني انا شفنا يعني كاين ناس كيما انت ولا اكثر منك، بصح نقولوا لك حنا رانا معك. شكرا لكم على كرم الضيافه، على سعه الخاطر ديالكم، فتحتوا لنا دائما نقول قلوبكم قبل داركم. ربي يفرج عليكم ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا همزه وصل بيننا وبين السلطات، وكذلك بين وزاره المحسنين. انا نقول وزاره المحسنين لان الجزائريين فيهم بزاف الخير. ان شاء الله ما مش حين يبخلوا عليكم باش يساعدوكم. نتمنى لك كل التوفيق ايوب، كل النجاح ان شاء الله. تستاهل تكون في منصب يعني راقي باش تضمن حياه ليك ولوالديك. اذا مشاهدينا بهذا نكون وصلنا الى ختام عدد اليوم برنامج ضياف ربي. اليوم جاكم من مغنيه بالتحديد من حي قرادات. نشكر كل سكان مغنيه اللي تعاونوا معنا، السلطات الامنيه كذلك اللي سهلوا تنقلنا هنا الى مغنيه. نشكر كل واحد وقف معنا ساهم معنا ولو بالكلمه الطيبه بالابتسامه وكذلك بالدعاء. ما تبخلوش على خاوتكم رغم يعاني. وشفنا عائله اسيا وخونا محمد
شفنا بناتو كيفاش كانوا يبكيو ويقطعوا القلب، ساعدوهم، عاودوا رسموا لهم البسمه على وجوههم. كل واحد ان شاء الله حب يساعد ويدير الخير ما يبخلش، واجره على الله طبعا. مشاهدينا نلتقي بكم ان شاء الله في الاسبوع المقبل مع عدد جديد من برنامج ضياف ربي. الشكر موصول كذلك لفارس ومولود. اذا بقوا اوفياء دائما، نفس القناه، قناه النهار، نفس التوقيت، السبت على 9:30. اذا نتلاقاو بكم ان شاء الله الاسبوع المقبل. دمتم في امان الله وحفظه. انا صبت هنا بالروقه، والصباح نوض بشي شيء انتقل شي خبز وقالوا لي نتقهوى. نهار ما فوتاش انا فوتها برا. قالوا لي عندي 16 عام يرقد هنا معايا، يرقد هنا معايا. هادوك من بعد نطلق الحجاب كيصلي ولدي العشاء، هادو نطلق كاع الحجوب نطلقهم باش ولدي والزوج يرقدوا هنايا، باش ولدي والزوج يرقدوا هنا، باش ولدي والزوج يرقدوا هنايا. لو كان عندي ما نسكنوش هنايا وكان يخرجهم من هنايا. في 2020 في جزائرنا الحبيبة الغنية مازال عائلة تبكي من الفقر. توا الله غالب، أربعة تاع البنات وكل ما قديش نصرف عليهم، عييت نجبد الله غالب. احنا من زمان كنشوفوا الناس شارين كل شيء حتى حنا نبغيو نشريو، بصح ما نقولوش خاطر ما عندناش، حتى حنا ما نشريوش، بصح علاش؟ تجي النهار اللي ربي يعطينا حتى حنا نشريو. ومنين تعلمتوا هذا الصبر؟ من ربي سبحانه وتعالى، من ربي سبحانه وتعالى. 3 شهور ونص ما خدمتش. عييت وكي كنت نخدم بريكول ونقاري. شي غالي والخدمة ما كانش، شي غالي والخدمة ما كانش. 400 حاجة تجبد إنسان وين ما نجي نوجه روحي الله غالب. كسي البنات، نبني الدار، صوالح بزاف، صوالح بزاف. زير روحنا ونساو كاع هذيك اللي معايشينها وكلشي نقراو بالسيف، باش حنا نضمنوا المستقبل تاعنا.